النهارده يا ولاد عندنا الجمع. يعني ايه الجمع؟ يعني عايز ازود على الرقم، يعني عندي رقم وهزود عليه الرقم التاني واعرف هما عددهم ايه. طيب تعال نشوف كده اول رقمين معانا نقرا 8 + 2. 8 + 2 عشان اجمع لازم اشوف مين الرقم الكبير. الرقم الكبير عندي هنا هو 8، يبقى احط الرقم الكبير ده في مخي واطلع الرقم الصغير على ايدي، هطلع 2 على ايدي. بعد وعد بعد 8 9 10، يبقى 8 + 2 10. هكتب 10 1 وقدامها 0. طيب تعال نشوف مسألة تانية، 5 + 3. 5 + 3 مين هنا الرقم الكبير؟ الخمسة، يبقى احط الخمسة في مخي واطلع 3 على ايدي وعد بعد الخمسة 6 7 8، يبقى 5 + 3 8. 8 ونبص لتحت. طيب نشوف هنا 9 + 1 مين هنا الرقم الكبير؟ التسعة، يبقى احط التسعة في مخي واطلع 1 على ايدي وعد بعد التسعة 10، يبقى 9 + 1 10. طيب 6 + 4 مين هنا الرقم الكبير؟ الستة ولا الاربعة؟ الستة، يبقى احط الستة الكبيرة دي في مخي واطلع الاربعة الصغيرة على ايدي وعد بعد الستة 7 8 9 10، برضو طلعت 10.